لنا أول حلقة تدريب بنصور لكم الأساسيات راح نتكلم عنها قبلها مع كلبي هيوغو تبارك الرحمن مالينوا عمره تقريبا 3 سنين ونص وبعدها راح نصور ويا تهديد ولده بإذن الله وبعدها جمرة أخته. أهم شغلة عندنا إياها اللي هي التريت. التريت ممكن مثل ما صورنا لكم قبل شوي نستخدم كذا شغلة بنفس الوقت. ممكن يكون عندنا التويز إذا كان درايفة عالية على التويز على العضاضات على الكرة ممكن نستخدمها كأداة. والأجمل والأحلى من كذي أنت إذا كانت علاقتك مع كلبك ممتازة ممكن يكون تريتك بس تشجيعك حقه يعتبر هذا بالنسبة للتريت. خلونا نصور لكم الأساسيات شلون احنا راح نشتغل عليها من بعدها بتشوفون احنا شلون نطبقها على ولده. خلكم ويانا يعني. Shoulder. Trust my keep getting stronger while I'm getting older. It's a hot world, but that's that shit that keeps me colder. I stay blessed, I embrace my pain. I sleep off, I stumble, I never do the shit again. Shifted motor throughout my life, head soothlessly. Now I'm living fast life on the fast lane. I had beliefs, then I made it out of mud. I was deceived, man, they sucked up my blood. There were hammers in my heart, was the stud. Now I'm pissing on them, shitting on the flood. You ain't seen my struggle, man. Now الله يعطيكم صحة والعافية. صورنا لكم فيديو تدريب حق كلابنا المالينو تبارك الرحمن الهيوغو وعياله تهديد وجمرة. بالنسبة لي تجربة أولى أن أطلع بالفيديو كفيديو هم بروفيشنال نطلع وأطلع كلابني أنا أدربها. للعلم أنا دائما أقول هذا النقطة، أنا ما أحب أسمي أنا مدرب، أنا هاوي الكلاب، أنا أحب الكلاب، ولكن لله الحمد عندي استعداد أن أسس مدربين وعندي استعداد أن أنا أدرب كلابي. ولله الحمد أغلب كلابي يعتبرون من تأسيسي، ما هو ضروري الأوامر طالع الأساسية، ولكن احنا عندنا التدريب بحر والاصل في التدريب هو سلوك الكلب. اتمنى يعجبكم الفيديو، تعبنا صراحه حر وايد، تجربه جديده لي امانه حبيتها، ولكن اتمنى دعمكم في حال حبيتوا الحلقه، وهذا ان شاء الله البدايات، وباذن الله اذا عجبتكم هذه الحلقه راح نستمر وياكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه، كان وياكم اخوكم احمد الداح صاحب مدرسه اكس توك سكول.